سعيد جدا لتوقيع اتفاقيه الشراكه بين الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء سطات والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين والملحقه الجهويه بالدار البيضاء، وتوقيع اتفاقيه تعاون ما بين الاكاديميه الجهويه والمنسقيه الجهويه للتعاون الوطني جهه الدار البيضاء سطات من اجل الرقي مجال التربيه الدامجه على صعيد المؤسسات التعليميه بجهه الدار البيضاء سطات، علما ان الاكاديميه يعني قطعت اشواط مهمه في تنزيل هذا البرنامج، بحيث يعني منذ انطلاق هذا المشروع بفضل المقاربه التشاركيه اللي سنتها الاكاديميه وبتعاون تام مع السلطات الترابيه وجمعيه المجتمع المدني ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومركز الوطني محمد السادس للمعاقين، تمكننا من تحقيق واحد النتائج متميزة بحيث نظمنا حملات التعبئة وتحسيس بجميع المؤسسات، يعني هذا المؤشر 100% تم تحقيقه على صعيد الجهة. مجموع الأطفال في وضعية إعاقة الملتحقين بالمؤسسات التعليمية تجاوز 11105 تلميذة وتلميذ. قمنا بطبيعة الحال بجعل 60% من المؤسسات التعليمية العمومية بجهاز الدار البيضاء سطات مؤسسات دامجة، وكان نطمحوا لتعميم يعني هذا الهدف في افق 2027-2028 لتصل يعني مجموع المؤسسات حوالي 1880 مؤسسه تعليميه دامجه. هذه النتائج حققناها بفضل الشراكات اللي وقعتها الاكاديميه، ما يفوق 134 شراكه اللي توقعت من اجل تسريع وتيره يعني تنزيل هذا المشروع. أهلنا 1043 مؤسسة على صعيد الجهة لتصبح مؤسسات دامجة كما ذكرت، وكان رهان هو تكوين الأساسدة والأطر الإدارية والتربوية في مقاربة الدمج من أجل يعني تيسير تنزيل هذا المشروع. بالفعل كونا منذ انطلاق هذا البرنامج 13456 من الفرق الإدارية والتربوية، دمجنا أيضا واحد المجزوءة في تكوين الاساس للاساتذه والاطر الاداريه بالمركز الجهوي للمهن التربيه وتكوين جهات الدار البيضاء سطات، لتمكين كل الاساتذه الخريجين من الكفايات اللي غادي تيسر لهم بطبيعه الحال اعتماد الدمج. استطعنا ننزلوا 1148 يعني ولوجيه للادارات، 943 ولوجيه داخل فضاءات المؤسسات التعليميه لتيسير تنقل التلاميذ داخل فضاءات المؤسسات، 997 ولوجيه للساحه، 1767 ولوجيه للاجنحه التربويه داخل المؤسسات التعليميه، 1767 ولوجيه للفصول الدراسيه، وتمكننا من بطبيعه الحال من بناء واحداث وتاهيل وتكييف 760 مرفق صحي لفائده الاطفال في وضعيه اعاقه. كما كان تلاحظوا بطبيعه الحال هناك واحد الطفره وقفزه نوعيه بالنسبه للمؤسسات الدامجه بجهه الدار البيضاء سطات، لان اصبحت في حله جديده. هناك واحد روح ايجابيه ديال التعاون ما بين المؤسسات التعليميه وما بين الجمعيات الشركه اللي كتشتغل في مجال الدمج، وبطبيعه الحال يعني بفضل هذه المقاربه استطعنا نرصدوا يعني مجموعه ديال الحالات اللي كانت ربما ما معروفاش لدى الاستاذات والاساتذه، بفضل يعني هاد التعبئه داخل الفصول الدراسيه تمكننا بطبيعه الحال من رصد هذه الحالات وايجاد حلول بطبيعه الحال من اجل دمج هذه الاطفال.